اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون العين أدعو. طبعا قدر الله عز وجل لا اعتراض عليه، وعسى أن تكرهوا شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى وهو خير لكم. لكن لو سألتك يا عبد الله عن أهم الأشياء يعني اللي فقدتها وتتمنى حصولها بعد إصابتك يعني بالشلل والإعاقة. أماني، في ثلاثة أماني تتعبني، هي حسرة، أمني أني أسر لله سيدة وإن شاء الله ما أقوم منها. في خوف داخلي، في آية في القرآن تقول يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أنا لا ما أقدر أسجد بلا أيام ما كنت أمشي ضيعت صلوات كثيرة. الآن في ناس ممكن يحسنوا عليها صح، يشوفوني بهذه الحالة يحسنوا عليها، لكن لما أكون ما أصلي ما حد يحزن عليها. الثانية إني أقلب ورقة بالمصحف، هذه أنتم ما تفكروا فيها، أنا أشوفها مثل الجبل. الثالثة إني نفسي وقت عيد أو مناسبة أو فرحة أدخل البيت أضم أمي. وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون العين أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سوادي، يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي، سميعا يا مجيبا يا عظيما. اهدني يا خالق السبع الشهاد. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي
نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا